حنا عطشانين ما لقيناش الماء باش نغسلو الوسخ ديالنا، اللهم انا منكر، اللهم انا جينا البارح على اساس جبنا اقتراحات، طرنا على مجموعه من البيار والمحسنين، قال لك حنا مستعدين نعطيكم لافا فابور، جيبوا السيتيرنات، السيده ما بغاتش تستقبلنا على اساس بغينا حنا نتعاونوا معها نجيبوا السيتيرنات، تجيب لنا السيتيرنات ونمشيو نجيبوا الماء باش توزع السكينه ديال بني ملال. فها اللهم انا منكر، وتنحملوا المسؤوليه لهذ السيده هذه. الغريب 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 هو ان مراكش ما فيهاش الماء اللي في بني ملال، الدار البيضاء ما فيهاش الماء اللي في بني ملال، مناطق اخرى ما فيهاش الماء اللي في بني ملال، وحنا مالي الماء، كنا عايشين في الماء 70 سنه وحنا عايشين في الماء في العمر ديالي، وما عمرنا شفنا هذه الازمه الخانقه احتاجت هذه السيده هذه، واللهم انا ضامنك. شكرا جزيلا.